الرجاء والوداد كينفضوا يديهم من المنافسات ديال البطولة الوطنية وتيبقاو أمامهم الزمالك والأهلي. بغض النظر لأن الآن اللي عليه الضغط كتير هو الزمالك، هو الأهلي اللي عليه ضغط كبير، لأنهم تابعوا المنافسات وتابعوا القيمة الفنية للاعبي الفريقين، إضافة إلى التطور اللي كتعرفوا النهضة البركانية بالأخص ومعها حسنية أكادير. كاين واحد الجانب آخر اللي أنا بغيت نقدم واحد طلب، واحد لا للوداد ولا للرجل. أنا نقول لهم أرجوكم إذا كانت هاد التنافس بينكم وهاد المعارك اللي كاينه في العالم الأزرق وكل شيء تيقول أنا هو الأقوى وأنا هو صاحب التاريخ، وسيدي أنا كنطلب منكم، أنا مزوق فيكم، غلبوا لنا الأهلي وغلبوا لنا الزمالك ودوزوا للنهائي. يا الله سيدي.